بتتمرني بتتمرني من ورايا فرح كل شويه مش مصدق. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. طبعا يلا نتنشط ونلعب شويه رياضه مع بعض. انت كنت بتعملي دلوقتي تمرين ايه؟ انا كنت بعمل تمرين بمرن عضلات ظهري. ده. صح ولا انا غلط ولا ايه؟ انت عارفه ليه بنمرن عضلات ظهرنا او ايه الحاجات اللي الناس بتشتكي منها؟ بس يعني انت تقري المسجات اللي بتيجي. طبعا. اكتر حاجات فعلا الناس بتسال عليها الدهون اللي بتبقى متجمعه في الظهر من فوق. ودي مشكله فعلا موجوده عند الستات كتيره جدا، الرجاله قليلين بيشتكوا من الموضوع ده. السؤال المهم هو ده ليه حل؟ يعني الدهون دي ليها حل؟ بص هي يعني فكره الدهون نفسها ليها حل. بس في ناس بيقول لك عايزين تمارين معينه مثلا تمرن الجزء ده، وده شيء مش مظبوط. هو المظبوط ان احنا لما بنيجي بنتمرن بنلوس فات من الجسم كله، بنزود المسلز بتاعتنا فبتزود الميتابوليزم بتاعنا، سرعه الحرق بتاعت السعرات الحراريه. اوكي. فبالتالي جسمنا بينزل منه الفات من كل الجسم. طيب بس حل. المشكله بتاعت الظهر دي يا فرح موجوده فعلا لما بنيجي نعمل التمارين بتاعت الظهر بتاعتنا بتاعت الشست. التمارين ديت بتفرق في شكل ظهرنا لما الفاتس بتنزل، وفي نفس الوقت طبعاً. بتسرع من شكل الظهر يتحسن اسرع. اكيد. طب احنا في دلوقتي تمارين نقدر نعملها؟ هنعمل النهارده اربع تمرينات كده ممكن يساعدونا في ويتعملوا في البيت شكل الظهر. انت عارفه بالمناسبه يعني موضوع الفاتس اللي موجوده في الظهر ديت ليها اسباب كتيره، من ضمنها ان احنا ممكن الستات يلبسوا لبس مش مقاسهم بيبقى ضيق عليهم، او حتى في البنطلونات حتى الويست والحاجات ديت بيطلع الحاجات الضيقه دي بتطلع واحده من الاسباب. في ابحاث كتيره بتقول الموضوع دوت ان هي فعلا طول ما الحاجات بتبقى ضيقه توزيع الدهون بيختلف، ده غير طبعا جيناتيك اللي بتتغير توزيع الدهون يعني. فتعالي بقى نساعدهم النهارده ونعمل تمارين غير اللي كنت بتعمليها اللي هم يقدروا يعملوها في البيت. يلا بينا. ماشي. اول تمرين هناخد الاوزان بقى بتاعتنا وهنعمله. انتوا ممكن تعملوه على الارض عادي، احنا هنعمله على البوس بول او على البالانس بول. خدي البينك بتاعتك لو عايزه. انا هاخد الاوزان الثقيله دي. ايوه. يلا جاهزه؟ تعالى نقرب. احنا ممكن نقف على الارض زي ما قلت لكم، وممكن نطلع على البوس بول هنا. البوس بول ده يعني لو حاجه عايزين نصعد شويه قدامي وهنزل لتحت كاني بركع كده. ببص على الارض وابدا اشد. 1 2 تاني ركبتي شويه. 3 كمل يا كوتش. 4 وشادين بطننا. ايوه. 5 لو رجلي بتتهز مفيش مشكلة، أنا بحاول إن أنا أبالانس بس، لكن لو حسيت إن أنت هتقعي مثلا ناحية اليمين زقي برجلك الشمال أكتر شوية. أحاول أوزن. طول ما أنا شادد بطني والكور بتاعي شغال هبقى بالانس أكتر. أحاول أعمل طبعا 15 عدة. في البيت بدل لو مفيش أوزان في البيت ممكن إزازتين مية وهتدي الوزن اللي إحنا محتاجينه. ممكن تشتغل بأي وزن زي أزايز المية مثلا، يبقى الوزن بتاعها زي ما قلنا الأزايز الكبيرة تبقى تقريبا كيلو ونص. طب خلاص احنا كده الوزن؟ هنحاول نعمل دوت 15 مره ثلاث مجموعات. اوكي. التمرين اللي جاي هيبقى البوش ابس، اكتر حاجه فرح بتحبها جدا. كل ما اجي الصبح بصراحه بتمرن بوش ابس لوحدها جدا. كلنا بنحب البوش ابس طبعا. هحط ايدي هنا، ايدي هتبقى تحت كتفي. هفرد ظهري قوي، هنزل 1 واطلع 2 3 طبعا في البوش ابس الاسهل. لو ما قدرناش نعمل البوش ابس ديت ممكن نحط ركبتنا على الارض ونعمل النيلينج بوش اب. صح كده؟ احسن عندي بكتير من ان انا ظهري يبقى متني او يبقى عندي مشكله في القوام بتاعي وانا بتمرن ان انا احط ركبتي على الارض. تمام. ده التمرين الثاني. دي كم عده؟ البوش ابس من التمارين الصعبه شويه اللي بتمرن الشست والكتف والترايسبس. ممكن نعملها 10 مرات ثلاث مجموعات. أوكي. هتفرق معانا قوي في شكل جسمنا. تمام. في تمرين برضو من واحنا على الارض هنا ممكن ناخد الوزن. خدي الوزن بتاعك يا فرح. تمام. نقدر نمرن عضلات الكتف الخلفيه. ماشي. ودي بتغير شكل الظهر او الجزء اللي فيه دهون في الباك. تمام. ايدي هنا وهطلع لفوق. 1 2 3 مهم قوي ظهري مفروض. 4 5 خمسه كمان. عندي سؤال، الايد تبقى مفروده ولا مش مفروده؟ لا الايد عايزه تبقى متنيه. تانيه صغيره. تانيه صغيره. اوكي. دايما بحاول ان انا المفاصل بتاعتي ان انا اشتغل على المسلز مش على المسل نفسه، ان انا ما اعملش لود على القلب بتاعي او على ركبتي لو بعمل السكوات مثلا. كده؟ بس هطلع لقدام شويه. هايل.
طب احنا قلنا كم عده دي في البيت؟ هنحاول نعمل 15 عده، 3 مجموعات. تمام. اخر أوكي. تمرين ممكن ناخد الكاتل بيل وانا قاعد على الارض باي وزن موجود عندي. باي وزن موجود عندي وانا قاعد. شولدر بريس هيفرق معايا قوي. بتختاري دايما الحاجه نفس الالوان بتاعتك؟ طبعا. اشتغل هنا 15 عده. 2 3. هايله يا فرح. 4. انا ما بغيتش منك بصراحه يا كوتش. 5 6 7. وفي نفس الوقت انا بشغل الكور بتاعي وانا قاعد كده. شكرا. عملت بذمه يعني. انت ركزت، انا بقول لك استنى انت مكمله عادي. دي من التمارين المهم اللي ممكن لو عملناها نركز بيها على المشاكل اللي موجوده في الدهون اللي في الجزء العلوي بتاع الضغط. مهم قوي ان احنا برضه نحافظ طبعا على اكلنا، مهم جدا ان احنا طبعاً نمشي ونعمل كارديو.